من أشد الابتلاءات في هذا الزمان إحراج بعض المجتمعات لصاحب الفضيلة، لدرجة أنك تضطر أنه يتكسف من الفضيلة دي. وأعظم إهانة للفضيلة والأخلاق هو الحياء منها، أنك تبقى صادق وتتكسف قدام الناس من صدقك وأمانتك، والمجتمع بيضغط عليك ساعات أنك تعمل كده. من أول الاستهزاء بطالب العلم اللي بيذاكر ويجتهد، أنك تشتمه تقول له أنت دحاح، لدرجة أنه يتكسف من المذاكرة ويداري عليها، وصولا لضغط الشلة عليك في الشغل بالاستغراب والسخرية، انت بتشتغل بقلبك قوي كده ليه وواجع دماغك في الشغل، عشان انت انسان ما بتضيعش وقت وبتحلل لقمة عيشك. مرورا بوصفك بالكآبة عشان ما قمتيش ترقصي في الفرح لإحساسك بالحياء من زحمة الأولاد والبنات اللي بيرقصوا مع بعض قدام الناس، إلى تساؤلات هو انت ازاي سنجل كده وانت في الجامعة مش مصاحبة، لدرجة ان انت من جواك تحسي بالنقص انك مش عايزة تصاحبي. سبحان الله، رغم ان ربنا في القرآن بيقول والله لا يستحي من الحق، إهانة للفضيلة ان تستحي منها. وينال احترامك شاب متعلم بيشتغل شغلانة بسيطة هي دي متاحة قدامه، بدل ما يعيش عالة على المجتمع ويمد ايديه، ينال احترامك انه ما تكسفش من الشغل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على إيد واحد كانت خشنة وهو بيسلم عليه، فأثنى على هذه اليد اللي تعبت من الشغل. الشغل ولو بسيط مش عيب، العيب هو الكسل وإن الإنسان يبقى عالة. فضيلة إنك تتصدق بمبلغ ولو صغير على قد قدرتك، واللي يسخر من هذه الفضيلة ربنا عاتبه في القرآن. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان طالع في غزوة، فطلب من الناس تتصدق لتكوين الجيش، فجي سيدنا عبد الرحمن بن عوف ب4000 دينار، قال يا رسول الله 2000 لعيالي و2000 أقرضهما ربي. فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أمسكت. وواحد من بسطاء الأنصار ما جاش غير بطبق فيه تمر، قال يا رسول الله أنا عندي طبقين، هدي طبق لعيالي وطبق أنفقه في سبيل الله. فسخر المنافقون من عبد الرحمن بن عوف الغني اللي طلع 2000 دينار، وسخروا من الراجل البسيط اللي طلع طبق تمر، فقالوا والله ما أعطى ابن عوف هذا إلا رياء عشان يتقال عليه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى هذا الصاع، إيه يعني الطبق هيعمل إيه في الجيش؟ فنزل القرآن بيعاتب من اللي بيسخر من الفضيلة، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، أقصى ما يملكون الطبق الصغير ده، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. سبحان الله، لا تستحي من الفضيلة، الحياء من الفضيلة إهانة للفضيلة. الاعتراف بالحق والرجوع عن الخطأ دي فضيلة، الناس السطحية هيقولوا عليك أنت غلطت، أما المحترمين فأنت هتكبر في عينيهم لأنك شجاع. لا تنتصر لنفسك على حساب الحق، وربنا هو اللي شايف. طلب العلم فريضة وفضيلة حتى لو كنت عالم في مجالك. العلماء من صفاتهم إنهم مش بيبطلوا سؤال وتعلم مهما ارتفع شأنهم، فاعتراف العالم إن لسه أمامه كتير يتعلمه دي فضيلة لا يستحي منها أبداً، إذا كان ربنا قال للنبي وقل ربي زدني علما. فهوصي نفسي وإياكم، رقم 1 افعل ما تراه صواباً وشايفه فضيلة، افعله بثقة وانت متأكد إنك مؤيد من رب العالمين، الحق الذي يؤيد الحق. رقم 2، وانت بتعمل اي فضيلة ما تستعديش حد بالسخرية انه مش بيعمل الفضيلة اللي انت بتعملها، علشان هو كمان ما يردش عليك بالسخرية من فضيلتك، فافعلها دون تكبر انك صاحب فضيلة. اعظم اهانة للفضيلة الحياء منها. فاللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين.